بكيتي قبل ما يعلنوا النتيجة، وكتار من الناس فكروا انك عارفي شو النتيجة، انت ليه بكيتي؟ هذا السؤال يلي بقيوا العالم يسألوني إيه، وكل ما يسألوني إيه ما أعرف كيف شو بدي أقول، يعني كيف بدي أفسر، كيف بدي أحكي، لأنه بس يكون الإحساس كتير كبير بتبطل تعرف تعبر فيه بالحكي شو تقول. بس هي الفكرة أنه بهالسنة اللي كنت فيها آخر شيء، يعني بس بدون يعطوا النتيجة، قطعت كل السنة قدامي اللي كنا بوجع كتير كبير، قطعت هيك كلها قدامي، يعني بوجه مثل كأنه كل هالسنة بهاللحظة، وهلأ أنا هون وعم شوف عائلتي قدامي، وكنت عم شوف جوستين بحماس كتير كبير، كنت أول مرة بشوفها هيك عم بتزقف، يعني مش قادرة، بدها تقوم، بدها تكسر، ما بعرف شو بدها تعمل، بدها توقف وتزقف. فهاللحظة كتير بتأثر فيي، وبعدني لهلأ كل ما أحضر برجع بحس نفس الشعور. جوستين، يعني فاليري بكيت بهديك اللحظة لأنه شفتك قدي أنت محمسة، وهلأ رح نعرف أنا وياكم بهالقصة اللي رح نحكي عنها قصتكم الحلوة كتير واللي فيها أمل كتير كبير. قديش أنت محمسة وقديش أنت حاببتيها أنها تربح، كانت ناسية التاج بوقتها وبكيت لأنه في لحظة حقيقة بينك وبينها، كانت أنت بكيتي كمان؟ لا ما بكيت، بس كنت كتير فرحانة، كتير مبسوطة أنا عم شوف أختي موجودة هون بمسلبان، وإنه هيك كان شيء كتير حلو، مش منعم سجل.